طبعا كل جيل الثمانينات والتسعينات مرتبط جدا بمسلسل الكرتون الشهير كابتن ماجد. الحقيقه يعني مع الايام الاولى من السنه الجديده فوجئنا بخبر انتهاء سلسله كابتن ماجد اليابانيه للابد، يعني مش هيكون في انتاج جديد لهذا المسلسل. ايه هي الاسباب وايه التفاصيل؟ ده اللي هنعرفه في خلال التقرير اللي جاي. الكابتن ماجد نجم الملعب، نجم رائد، نجم حساس ومهذب، يعرف أن اللعب مهارة، فن تمرير متبادل، يصنع أهدافا وإثارة بالتدريب المتواصل. كابتن ماجد اسم معروف كويس قوي لجيل الثمانينات والتسعينات، الكرتون الأشهر واللي ارتبطنا بيه بسبب الجمع بين الرسوم المتحركة وكرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى في العالم بخلاف المواصفات الخاصة واللي كان الكابتن ماجد بيتمتع بيها زي مهاراته وفنياته وأهدافه وشخصيته الإنسانية. يعرف من أخطاء الغير كيف يكون اللعب الأفضل، يعرف أيضا أن الصبر يصنع نجم الكرة الأول. من الأخبار الحزينة اللي استقبلناها مع الأيام الأولى في عام 2024 هو انتهاء سلسلة كابتن ماجد اليابانية للأبد. الشخصية في الأساس اسمها الكابتن تسوباسا، وده الاسم الأصلي متحول لماجد في العربية، وكان ضمن شخصيات المانجا اليابانية اللي بدأت من 43 سنة في اليابان. أول حلقة صدرت من كابتن تسوباسا كانت في مجلة شوكان تشونن جامب الأسبوعية سنة 1981، يعني قبل 12 سنة من انطلاق أول بطولة احترافية للدوري الياباني. وقالت دار النشر في طوكيو شوهيشا إنك إن يوتشي تاكاهاشي مؤلف المسلسل هينهي سلسلة المانجا اللي صورت شخصية تسوباسا معجزة كرة القدم في العدد الأخير من مجلة كابتن تسوباسا ماجازين بول. يلعب في حرص وتفان، يلقى ويغرر ويسدد، نجم متأنم متعاون، نجم خلاق متجدد. تاكاهاشي تكلم عن أسباب تانية في إنهاء السلسلة للأبد وقال إن عمره دلوقتي أكتر من 60 سنة، ومن المؤكد إن جسده حس بالتقدم في السن وبسبب الانخفاض في القوة البدنية وكمان التغيرات في بيئة الرسم الناجمة عن الموجة الأخيرة من الرقمنة، حصل تباطؤ في وتيرة رسم المانجا مقارنة بالماضي. جيل الثمانينات وجيل التسعينات يمكن تابع كابتن ماجد، يمكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي كابتن تسوباسا اللي موجود دي النسخة اللي مش عارفة كام، لأنه اتقدم كابتن ماجد بأكتر من نسخة واتقدم بأكتر من لغة، تم ترجمته لأكتر من لغة، وكان الاسم كمان بتاع كابتن ماجد بيتحول من لغة للغة، يعني هنلاقي له اسم مختلف في اللغة الفرنسية والاسم مختلف في اللغة الإنجليزية، بالإضافة طبعا للاسم الأصلي كابتن ماجد. عايز أقول لك أنه تم إعادة إنتاجه كذا مرة، يعني هي مش السلسلة الواحدة بتتقدم من ساعتها يا مصطفى لغاية دلوقتي. في كان يمكن من سنين موضوع تم نشره لكل محبي كابتن ماجد وكل محبي الانمي الياباني، كانوا بيتكلموا عن النقطه دي، انه في الاخر كان في كلام انه في الاخر كابتن ماجد هيطلع كل ده بيتخيله، وان كابتن ماجد في الاصل كان وارد ان هو يعني يكون قاعد على كرسي متحرك وان دي كانت احلامه، ولكن وقتها الفكره دي لما اتنشرت في كتير من المواقع، يعني كل بقى الناس اللي بتتابع كابتن ماجد الثمانينات والتسعينات رفضوا الفكره لانها هزتهم من جواهم، انه لا ايه ده، احنا كل ده عايشين في فكره ما كانتش حقيقيه وانتوا قعدتوا سنين تضحكوا علينا ولا ايه الحكايه؟ كنا بنتابع واحنا صغيرين الجون بيجي في حلقتين والجون بيجي في ثلاثه عشان يقول ويسدد، ونقعد نتفرج على ما يسدد، كنا بنقعد في ايام عديده. اعتقد انها كانت حاجه ظريفه جدا لكل يعني محبي الانمي او الكرتون الياباني في الثمانينات والتسعينات كابتن ماجد. على اي حال يعني كل الاحترام ل يعني صناع المسلسل، 43 سنه صحيح كفايه، لكن عندنا يعني حاجات كتير زي توم اند جيري، ويعني سلاسل كرتون كتير جدا ظلت سنوات كتير جدا بيتم انتاجها ويتم اعاده انتاجها مره اخرى.